أحمد بن عكرت المنسق الوطني لمبادرة الشباب المغربي. اليوم كنضموا جامعة رقم 16 للجامعة الصيفية اللي تحت شعار الشباب ومهام الإصلاح الديمقراطي. وكان اختيار هذا الشعار ناتج ومنطلق من قناعتنا في النقاش الحقيقي والمعمق حول ما يسمى الانتقال الديمقراطي. وهذه الجامعة تتعرف ورشات اللي كتصف هذا الموضوع هذا بالدرجه الاولى، وكما انها كتعرف ندوات ديال نيت الاصلاح الديمقراطي واللي غيكون فيها السي بشير الفقيقي، وكاين ندوه اخرى اللي هي المغرب افريقيا تعاون جنوب جنوب اللي فيها السي عبد القادر سعيد الفقيقي. هذه الجامعه كتعرف المشاركه على ما يزيد من 40 اتحاد محلي تابع لمبادره الشباب المغربي. هذه الجامعه سوف تعمق النقاش بشكل جدي ومسؤول في منظومه الاصلاح التربوي اللي كاينه منظومه التعليم. كذلك النقاش واتخاذ موقف جازم في المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجماعي، خصوصا مع القانون انه داس في البرلمان، واللي احنا كشبيبه كننتقدوه وكنقولوا بان القانون المنظم ليه هو قانون غير منصف للعمل الجماعي والمنظمات الشبابيه الحزبيه بالدرجه الاولى. كذلك هذه الجامعه كتعرف مجموعه من الفقرات فنيه وثقافيه وتربويه، ولكن الهم الوحيد واللي غادي نركزوا عليه بالضبط هو الشباب المغربي الان ومعركه الاصلاح الديمقراطي الحقيقي. لان ما يتداوله البعض هو ان وما نؤمن به حاليا هو اننا نتراجع للوراء فيما يخص الديمقراطيه ببلادنا. وهذا خوف كبير ناتج، وكنقولوا تراجع خاطر، ناتج على الفبركه ديال الاحزاب السياسيه، ناتج على تقويه ودعم احزاب سياسيه على احزاب سياسيه اخرى، وبالتالي اننا ما اذا بقينا ماشيين بهذا المنطق في هذه البلاد ما غنقدوش ننتجوا جيل حقيقي اللي يدافع على البلاد ويدافع على المواقف الثابته والوطن ديالنا. وبالتالي كنتمنى ان الجامعات تخرج بتوصيات في هذا المجال، لان يبقى المغرب اولا، المغرب اولا، الوطن اولا. شكرا.